الماء. بداية بدنا نستوعب إنه كل أجهزة الجسم تحتاج لماء حتى تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب. مثلا العين 95% من مكوناتها ماء، تخيلوا 95% من مكونات العين هي ماء فقط. الدماغ 73% منه مي، الدم 94، الكلية 79، العظام 31% منها ماء. خلينا نشوف شو هي فوائد الماء. أول فائدة للماء، بتمنع تشكل حصوات الكلى. كيف؟ أساسا سبب تشكل حصوات الكلى نوعا ما هي الجفاف، فأنا بحل مشكلة الجفاف عن طريق أني أشرب مي، فهي فائدة للماء. 2، يساعد على تهدئة الأعصاب، لأنه أساسا كديش حكينا، حكينا أنه 73% من مكونات الدماغ هي ماء. يقي من الإصابة بالإمساك. كيف؟ هلأ شو سبب الإمساك؟ في بيكون عندك فضلات صلبة مش قادرة تطلع من الجسم، كيف حنساعد أنه تطلع من الجسم؟ عن طريق الماء. الماء بيحسن من قوامها ويساعد على إخراجها من الجسم. اللي بعده، يساعد على مرونة المفاصل، بيخلي المفاصل أكثر مرونة. كيف؟ لأنه أساسا 31% من العظام هي ماء، فإذا قلت هاي النسبة حيصير في عندي آلام، سبب هاي الآلام هو قلة شرب الماء، فأنا لازم أشرب ماء، فهي فوائد للماء. ينقي البشر، يساعد على الاحتفاظ بالوزن والتخلص من الدهون الزائدة. كيف؟ هلأ ينصح أنك تشرب كاسة مي قبل 40 دقيقة من أي وجبة بدك تاكليها. ليه؟ لأنه يساعد على أنك أنت إنه يملي المعدة، يساعدك تشعر بالشبع، فبقلل من كمية الطعام اللي أنت حتاكلي. فلما تقل كمية الطعام اللي أنت حتدخليه على جسمك، حيقل كمية الكالوري اللي حتدخليه على جسمك، وهيك بتحافظ على الوزن. يزود الجسم بالطاقة، يقي من الإصابة بالأورام، يحارب العدوى. كيف؟ هلأ إحنا بجائحة كورونا حاليا بيحكوا إنه لازم إنه الفم ما يكون جاف نهائيا ولا الحلق، بيحكي كثر سوائل، كثر من تناول الفواكه. ليش؟ لأن هذا الإشي بيحارب العدوى. تمام، هلأ إذا أنت ما بتشرب مي كتير، إحنا كان إنه 95% من العين مي، فأكيد حيصير في جفاف بالعين، جفاف بالفم، تعب، إمساك، جفاف بالجلد، فقدان توازن، حصى، نسيان، ما بيقدر الجسم يضبط درجة حرارته. تمام، هلأ نيجي للإشي المهم، كم أنا بحتاج من المي يوميا علشان إنه أحافظ على أعضاء جسمي؟ هلأ بنصح إنه ما يقل عن 2 لتر ماء، والذكر ما يقل عن 3 لتر من الماء، بس إحنا بدنا نعرف بالضبط حسب وزني كم بحتاج مي. تمام، هلأ من 30 ل 35 أمآل لكل كيلوغرام يوميا. مثلا لو أنا وزني 70، لو أنا وزني 70 بضربه ب 30 بيطلع معي كم أمآل ماء لازم أشرب يوميا. هاي 70 ب 30، 70 ب 30 كداش؟ 70 ب 30 2100 أمآل، تقريبا 9 كاسات. طيب هلأ هاي النسبة تحكي من 30 ل 35، أي رقم أخذه أضربه حسب. إذا أنت شخص رياضي بتفقد مي كثير وطبيعة عملك كثير صعبة، بدك تزيد الرقم. مثلا لو شخص رياضي اضرب ب35، فتقريبا 2450 اي 11 كاسة مي. لو انت شخص بوعد بس بالبيت يدوب مشي خفيف، بكفيك 1100، انطرت 1240 زي هيك، يعني من 9 ل 10 كاسات يوميا، لازم ما تقل عن هذا العدد. هلا السؤال الكل بيسأله، انا من وين مي بحصلها؟ هل فقط من الماء اللي بشربها بشكل مباشر بس من المي؟ لا، الماء الذي يتم إدخاله على الجسم عن طريق الأكل والشرب، سواء أكل مثلا فيه ماء، مثلا الخضار مليانة ماء، الفواكه فيها كتير ماء، والماء نفسه يعني هو ماء، وبرضو الجسم بيصنع نسبة قليلة بعمليات الحيوية اللي بتصير داخل الجسم. هلأ كيف الماء تخرج من الجسم؟ كيف يتم إخراج من الجسم الماء؟ كيف؟ عن طريق التعرق. الجلد لما يتعرق بيطلع ماء، الرئة بالتنفس، تذكر إحنا بالشتاء لما سيتم فخ على الزجاج كيف بيطلع زي بخار ماء، برضو هذا التنفس بيطلع ماء. التبول، الإخراج، هذا كلها طرق كيف الجسم بيطلع مي. وأكثر إشي بيطلع فيه مي اللي هو زي ما أنتم لاحظين التبول، اللي هو البول. شوف كم لتر ونص يوميا بيطلع منه بول، فلازم الإنسان ينتبه حتى أنه تصير عنا توازن ما بين كمية المي اللي تدخل على الجسم وكمية المي اللي بتطلع من خارج الجسم، لازم يساوي بعض. كمية المي اللي تدخل على الجسم، فلو أنت شربت لترين ونص، الجسم راح يطلعهم لترين ونص. ويعطيكم ألف عافية.